بيبدأ الفيلم بواحد بيفتح بوابة صغيرة في أوضة على شكل مكعب، ولما بينزل للأوضة بيختار بوابة من الثلاث بوابات اللي موجودين فيها وبيعدي للأوضة اللي بعدها، وأول ما بيقف في وسط الأوضة بتخرج ثلاث أعمدة ضخمة من الحيطة وواحد منهم بيخترق جسمه وبيقع ميت. وفي أوضة تانية من المكعب بيفتح جوتو عينيه وبيلاقي أوتشي واقف قدامه وبيقول له أنت أكيد عاوز تعرف أنت فين، بس أنا كمان معرفش إحنا فين، وعموما كويس إنك صحيت، أنا صحيت لقيت نفسي هنا وأنت كنت نايم. وبيشاور له على تشيهاور اللي قاعد في ركن الأوضة وبيفهمه إن الولد ده موجود هنا من ساعة ما هو كمان فتح عينيه ولقى نفسه هنا، ومن وقتها وهو قاعد في مكانه وما بيتكلمش. ولما بيدور جوتو على موبايله بيفهمه أوتشي إن موبايلاتهم ومحافظهم اتاخدت منهم، وبيسأله هو أنت عملت حاجة غلط في حياتك؟ قتلت حد أو دخلت السجن؟ فبيعرفه جوتو إنه ما عملش أي حاجة غلط في حياته وعمره ما أذى حد. وساعتها بتتفتح بوابة صغيرة في المكعب وبترمي منها فردة جزمة، وبعدها بينزل إيدي اللي بيبقى باين عليه إنه متحمس جدا وبيحاول يعرف منه أوتشي هما فين، لكن إيدي بيتجاهله، ولما بيشوف أوتشي جرح كبير في دراعه بيبعد عنه. وساعتها بيطلع إيدي على أجزاء بارزة في الحيطة وبيوصل منها لسقف الأوضة وبيفتح البوابة الصغيرة اللي في السقف، وبتقع جثة الراجل اللي مات عليهم ووراه بتقع حتة كبيرة من بطنه على شكل مكعب، وساعتها بيتفزعوا كلهم. وفي نفس اللحظة بتتفتح بوابة تانية في الأوضة وبتبص منها كاي وبتسألهم انتوا مين، وبينهار أوتشي وبيفهمهم انه ما بقاش قادر يتحمل وبيروح يفتح بوابة تانية في الأوضة، لكن إيدي بيشده وبيطلع هو للبوابة وبيرمي فردة جزمة في الأوضة، وبمجرد ما بتلمس الأرض بتظهر أنبوبة بيطلع منها نار وبتحرق الجزمة، وبيبان الخوف والرعب على ملامحهم كلهم، لكن إيدي بيمشي ناحية الحيطة اللي فيها البوابة وبيفتح البوابة بهدوء وكأنه متعود على كده، وبيطلع على الأجزاء البارزة اللي في الحيطة وبيرمي فردة جزمة في الأوضة، ولما ما بيحصلش حاجة بيعرف إنها أمان، وبيفهمهم إنهم لو عاوزين يعيشوا لازم يمشوا وراه. وفعلا بيطلعوا كلهم على الأجزاء البارزة اللي في الحيطة وبيدخلوا الأوضة اللي دخلها إيدي، ولما بيبقوا كلهم في الأوضة بتسألهم كاي انتوا مين، وكل واحد منهم بيعرفها بنفسه، وأوتشي بيعرفها إنه بيشتغل بياع في سوبر ماركت وإنه روح بيته زي كل يوم وتعشى ونام، ولما صحي لقى نفسه هنا. وجوتو بيفهمها إنه كان نايم في بيته وصحي لقى نفسه هنا، وبتعرفهم كاي إنهم أكيد اتخدروا واتخطفوا، وساعتها بينهار أوتشي وبيصرخ انتوا خطفتونا ليه؟ ليه بتعملوا فينا كده؟ وبتنرفز عليه إيدي وبيقول له اسكت وتعلم تتحكم في أعصابك لو كنت عاوز تعيش. وبعدها بيروح لبوابة تانية في الأوضة وبيفتحها وبيرمي الجزمة بتاعته فيها الأول، وبعدها بينزل للأوضة وكلهم بينزل وراه، وبيلاقي جوتو زرار واقع على الأرض وبياخده وبيخدش بيه الحيطة المعدن بتاعة الأوضة، وبيفضلوا يتنقلوا من أوضة لأوضة، وفي كل أوضة بيرمي إيدي الجزمة الأول علشان يتأكد إن الأوضة أمان، وفي اللي بيلاقي فيها أسلحة بتخترق الجزمة أو بتحرقها، وساعتها بيسيبوها وبيروحوا للأوضة اللي بعدها، وما بينزلوش الأوضة إلا لما بيختبروها بالجزمة الأول ولو أمان بينزلوا فيها. ولما بتتدمر جزمة إيدي من الأفخاخ بياخد جزمة جوتو اللي بيقوله كده كلنا هنمشي من غير جزم، وبيقوله إيدي لو الجزمة أغلى من حياتك اتفضل جرب بنفسك أنت الأوض وإحنا هنمشي وراك، فبيقوله لا طبعا وبيديله جزمته على طول. وفي نفس الوقت بيلاحظ جوتو إن الأوض ليها أرقام مكتوبة في الممر الصغير اللي بعد كل باب، والأرقام دي بتختلف من أوضة للتانية، والأوض ما بتفضلش ثابتة، بتتحرك لفوق وتحت بسرعة كبيرة جدا من وقت للتاني، وفي بوابات في الأوض بتتفتح وبوابات تانية لأ. ولما بيفتحوا باب أوضة من الأوض اللي في المكعب بيلاقوا راجل كبير قاعد لوحده، وبيعرفهم بنفسه وبيقول لهم اسمي أندي وشغال في شركة كبيرة، وبيشكرهم لأنهم هينقذوه، لكن بيتصدم لما بيعرف من أوتشي إنهم زيه بالظبط، صحيوا لقوا نفسهم هنا وبيحاولوا يلاقوا مخرج. وفي الأوضة اللي لقوا فيها أندو الباب الوحيد اللي بيفتح بيكون في السقف، وساعتها بيطلع إيدي على الأجزاء البارزة وبيفتحه وبيطلع وراه جوتو، وبيدخل الأوضة وبعدها بيربطوا الجواكت بتاعتهم في بعض وبينزلوها للتشيهاور، فبيمسك فيها ويطلع ووراه بيطلع أندو. ولما كلهم بيطلعوا للأوضة بتسألهم كاي هو احنا كده خلصنا كام أوضة، وبترد على نفسها وبتفهمهم إنهم تقريبا عدوا من 8 أوض لحد دلوقتي، وبيختبر جوتو أوضة تانية بالجزمة، وبعدها بينزل لهم وبيقول لهم الأوضة دي أمان، وبيقول له إيدي ولما هي أمان رجعت لنا تاني ليه؟ فبيعرفهم أوتشي إن هو اللي هيدخل الأوضة دي الأول، وفعلا بيطلع على الحيطة وبيدخل الأوضة، وهم بيطلعوا وراه واحد واحد، وبيقف تشيهاور شوية في الممر وبيسرح في الأرقام اللي مكتوبة فيه، وبيبقى باين عليه إنه بيحسب حاجة في دماغه،
وأول ما بيكونوا كلهم جوه الأوضة بيحسوا بهواء جديد جاي عليهم من السقف، ولما بيبصوا لفوق بيلاقوا مراوح كتير جدا نازلة بسرعة ناحيتهم، وبيحسوا إنها لو قربت منهم أكتر من كده هتقطع جسمهم، وساعتها بيتوتروا جدا وبيحاولوا يلاقوا أي مخرج، وبيفتكر جوت أخوه وهو بينتحر وبيتجمد في مكانه من الخوف. ولأن بوابة الأوضة بتكون في الأرضية جنبه هو بيصرخ إيدي فيه وبيقول له افتح البوابة بسرعة، لكن هو ما بيتحركش من مكانه، فبيجري تشهور على البوابة وبيفتحها وبينزلوا كلهم بسرعة قبل ما تقرب المراوح من الأرض بلحظات. ولما بينزلوا للأوضة اللي تحت بيتنرفز إيدي على جوتو وبيقول له كنت هتقتلنا كلنا، وبيطلب منه أندو يهدى وما يتصرفش بعنف لأنه كده بيوترهم أكتر. وبيروح تشهور يقعد جنب جوتو وبيسأله تشهور انت خدت بالك من الارقام اللي موجوده في ممرات الاوض اللي كان فيها الافخاخ؟ فبيقول له خدت بالي، وبيعرفه الارقام. وبعدها بيحاول تشهور انه يفتكر الارقام كلها، وبيديله جوتو الزرار اللي لقاه على الارض في اوضه من الاوض، وبيبتدي تشهور يكتب بيه معادله حسابيه، وبيبص جوتو على اللي هو كتبه وبيعرفه انه عبقري، لكن تشهور بيفهمه انه بيكره الناس اللي اكبر منه. وساعتها بيفتكر جوتو اخوه هيروتو اللي كان دايما يقول له انه بيكره اللي اكبر منه، وبياخد منه جوتو زرار وبيكمل المعادلة، وبعدها بيفهمهم انهم ممكن يتفادوا الاوض اللي فيها الافخاخ، وبيعرفهم ان دي فكرة تشهور، وبيكمل لهم شرح الفكرة بان الاوض اللي ارقامها اعداد اولية اللي بتقبل الاسم على نفسها او على واحد بس زي 3 و5 و7 دي الاوض اللي بيبقى فيها افخاخ. فبيستهتر اندو بكلامه وبيفهمه ان ده كلام مفيش عليه اي دليل، ولان جوتو شايف اخوه هيروتو في تشهور بيقرر انه يثبت صحة نظريته، وبيفتح باب الاوضة اللي جنبهم، ولما بيلاقيها ارقام زوجية بينط فيها من غير ما يختبرها، وفعلا بتطلع نظرية تشهور صح، والاوضة بتبقى امان مفيش فيها اي فخ. وهنا بيدخلوا من اوضة لاوضة بعد ما بيتأكدوا ان الارقام اللي فيها ارقام زوجية، لحد ما بيوصلوا الاوضة المخرج الوحيد منها أوضة أعدادها أولية، لكن بيكتشفوا إن الفخ اللي فيها بيتفعل بالصوت العالي بس، يعني مجرد ما حد فيهم يتكلم بصوت عالي بيتفعل في الأوضة فخ عبارة عن أسياخ حديد رفيعة جدا شبه خطوط الليزر اللي بتقطع الجسم في ثواني. وساعتها بينزلوا واحد واحد وبيمشوا ببطء وهدوء، وبيقدروا يطلعوا كلهم للباب وبيفتحوه وبينزلوا للأوضة اللي جنبها، وما بيفضلش غير أوتشي وأندو. وبعد ما بيوصل أوتشي لبوابة الأوضة بتقع منه الجزمة بتاعته على الأرض وبتعمل صوت، فبتطلع الأسياخ الحديد من كل حتة في الأوضة، وبيتجرح دراع أندو قبل ما يشدوه للأوضة التانية. وأول ما بينزل أندو للأوضة بيتخانق مع أوتشي وبيفضل يهين فيه، وساعتها جوتو بيعتذر له وبيبقى متضايق من الكلام اللي اتقاله، وبيبان عليه الحزن والتوتر، وبيحاول أوتشي وإيدي يهدوه. وبعدها بيكتب جوتو معادلات رياضية بالزرار اللي معاه على الأرض، وبيفهمهم انهم ممكن يخرجوا من المتاهة دي بعد ما يعدوا من 24 اوضة. وبعدها بيفتح اوتشي بوابة الاوضة اللي بعدها، واول ما بيبص جوه الاوضة بيصرخ، وبيطلع جوتو لمدخل الاوضة وبيشوف الجثة اللي كانت في اول اوضة دخلوا فيها، وبيحاول يهديهم ويفهمهم ان الاوض بتتحرك. ووصولهم للاوضة دي مش معناه انهم رجعوا لنقطة البداية تاني، وبيطلع ايدي يفتح البوابة اللي في سقف الاوضة، وبيطلع جوتو وراه، وبيقلعوا الجواكت بتاعتهم وبينزلوها لتشهور وبيطلع عليها، وبيطلعوا واحد واحد للأوضة. ولما بيطلع تشهور لبوابة الأوضة اللي بعدها بيعرفهم ان الأوضة دي العدد اللي مكتوب في الممر بتاعها من الأعداد الأولية، يعني فيها أفخاخ. وفجأة بتتحرك الأوضة اللي هما فيها، وبيقع تشهور جوه الأوضة اللي فيها الأفخاخ، وبيصرخ جوتو وبيجري عليه وبينزل الأوضة علشان يحميه، وبيطلع الليزر من ركن الأوضة، لكن جوتو بيحمي تشهور بجسمه وبيتحركوا بعيد عن الليزر، وبينزل لهم ايدي علشان يساعدهم وبيقدر يطلعهم هما الاتنين. ولما بيجي يطلع وراهم بيخترق الليزر جسمه، وبيصرخ جوتو وهو شايفه بيقع على الارض قدامه. وبعد ما بيموت ايدي كلهم بيحسوا بالحزن والاحباط، لكن جوتو بيكمل كتابة المعادلات بتاعته، وبيروح يفتح البوابة اللي في الاوضة وبيعدوا منها ورا بعض. ولما بينزل جوتو في الأوضة بيلاقي أندو باين عليه التعب، وبيفهمه إنه ما بقاش يستحمل الطلوع والنزول كتير لأنه كبر في السن، وحاسس إن اللي بيحصله ده عقاب من عند ربنا. وأول ما بيسمع جوتو كلمة عقاب بيفتكر أخوه هيروتو وهو بينتحر، وبيبان عليه الخوف والقلق، فبيمسكه أندو من دراعه وبيفهمه إنه لسه شاب صغير وأكيد لسه ملحقش يعمل حاجة يستاهل عليها العقاب، ولازم يعمل كل اللي يقدر عليه عشان يخرج من هنا ويكمل حياته. وبيعرفوا أندو إنه خدع وغش ناس كتير في حياته ويستاهل يكون هنا،
وفجأة بتنزل من السقف قضبان حديد بتقسم الأوضة لجزئين، أند وجوتشي في ناحية وجوتو وتشيهاور وكاي في الناحية التانية، وكل مجموعة منهم ما بيبقاش قدامهم غير بوابة واحدة بس عشان تعدي منها، فبيعدي أندو من البوابة ووراه بيعدي أوتشي، وبيختاروا إنهم يختبروا الأرض بإنهم يرموا الجزمة جواها مش بالأرقام. أما جوتو وتشيهاور وكاي أول ما بيعدوا من بوابة الأوضة اللي بعدها بيقدر الكمبيوتر إنه يعرف هوية جوتو، وبيظهر قدامه فيديو فيه السطح اللي اخوه روتو انتحر من عليه، وبيشوف اخوه وهو بيعرفه انه ما بقاش قادر يستحمل تعذيب ابوهم ليه، وانه مهما حاول يذاكر ما بيفهمش حاجه، وبيمدله جوتو ايده وبيطلب منه انه ما ينتحرش، وبيعرفه انه زيه بالظبط، وابوه كان بيضغط عليه في المذاكره لما كان في سنه، وان الضغط ده هو اللي وصله للجامعه وبقى طالب متفوق، وبيقول له هيروتو انه حاول لكن ما قدرش، وخلاص ما بقاش قادر يتحمل اكتر من كده. وساعتها بينزل جوتو ايده اللي كان مددها لاخوه، وكانها كانت اشاره لهيروتو عشان يخلص من حياته، وبيرمي هيروتو نفسه من فوق البيت، وبيبص عليه جوتو بيلاقيه ميت وحواليه بقعه دم كبيره، وبيفضل يصرخ وهو منهار من العياط. ولما بيخلص الفيديو بيلاقي تشيهاور واقف قدامه بيعيط، فبيقوم وبيروح يفتح بوابه الاوضه اللي بعد كده، وفي الاوضه اللي فيها اوتشي واندو بيبص أندو من البوابة اللي في أرضية الأوضة على الأوضة اللي تحتهم، وبيعرفوا أوتشي إنهم مش هيقدروا يخرجوا من المكعب ويرجعوا تاني لحياتهم، وبتنرفز أندو عليه، وبيعرفوا إنه عنده حاجات مهمة في حياته لازم يرجع لها، عنده مراته وولاده وشركته، مش زيه حياته فاضية، وبيفهموا إنه بيكره الشباب اللي زيه اللي ما بيعملوش أي حاجة في حياتهم غير إنهم يحسدوا الأغنياء اللي زيه، وساعتها بيبان الكره في صوت أوتشي وبيعرفوا إنه بيكره الكبار الأغنياء اللي زيه، واللي بسببهم هو وشباب كتير مش قادرين يلاقوا فرصه يحققوا بيها احلامهم، وبيمسك باب الاوضه وبيحركه ناحيه رقبه اندو بعنف، وبيفضل يفتح ويقفل الباب على رقبته لحد ما بيموت ووش اوتشي بيتغرق بدمه. وبنروح للاوضه اللي فيها جوتو، بيساله تشيهاور هو هيروتو يبقى اخوك الصغير اللي مدت له ايدك عشان تنقذه لما كان هينتحر، وبعدها ما اتحركتش من مكانك وسبته يموت، انت ليه سبته؟ ولما ما بيردش عليه بيفتح تشيهاور البوابة اللي في أرضية الأوضة وبيرمي نفسه، وبيمسكه جوتو من إيده قبل ما يموت، وبيكتشف إن دراعه فيه كدمات زي اللي كانت في دراع أخوه، وبعدها بيطلعه وبيحضنه وبيوعده إنه مش هيتخلى عنه. ولما بتفتح كاي البوابة التانية اللي في الأوضة بتحس بهوا جاي منها، وبيبصوا من بوابة الأوضة وبيكتشفوا إن اللي ورا الباب ده هو عمق المكعب، يعني هو الفراغ اللي الأوض بتتحرك جواه، وبعد ما بيعمل جوتو حساباته بيعرف ان العمق ده تقريبا 52 متر، وان الاوضه اللي هتكون المخرج من المكعب ده رقمها هيكون 999، فبتعرفهم كاي انها شافت الرقم ده في بوابه من بوابات الاوض اللي خافت تدخلها، وساعتها بيدي جوتو الزرار اللي معاه لتشيهاور، ولما بيدخلوا للاوضه اللي بعدها بيلاقوا اوتشي بيفتح البوابه اللي فيها، وبيشوفوا الدم اللي على هدومه، وبيعرفوا منه ان اندو مات بفخ من الافخاخ اللي في الاوض، لكن تشيهاور بيبان على ملامحه انه شاكك فيه ومش مصدق كلامه، وبتعدي كاي وجوتو من باب الاوضه اللي بعدها، وبيمد اوتشي ايده لتشيهاور عشان يساعده، وبيرفض تشيهاور انه يمسك ايده، وبيساله انت عملت ايه في اوندو؟ وساعتها بيبتسم اوتشي وما بيردش عليه، وبيتاكد تشيهاور من الشك اللي جواه، وبيدخلوا كلهم الاوضه، وبيقول تشيهاور لجوتو ان اوتشي قتل اوندو لانه كان بيبتسم وهو بيعرفهم خبر موته، وبيحضنوا جوتو وبيفهموا انه مش هيسمح لحد انه يأذيه. وبيفتحوا باب الاوضه اللي بعدها وبتعدي منها كاي، وبيطلع جوتو وتشيهاور بسرعه علشان يسيبوا اوتشي لوحده، وبيلاحظ اوتشي وبيمسك جوتو قبل ما يمشي وبيرميه على الارض، وساعتها بيسالوا جوتو انت قتلت اوندو؟ ووقتها بيقول له اوتشي ايوه قتلته، وبيعرفوا انه زهق من اوندو وامثاله اللي كانوا السبب في انه يشتغل شغلانه ما بيحبهاش، ويقف يبيع في محل ويشوف طلبه المدارس والجامعات وهما بيتريقوا عليه وهو ما يقدرش يرد عليهم عشان صاحب المحل العجوز اللي شبه اوندو ما يطردوش من الشغلانه اللي هو اصلا ما بيحبهاش، وفي اي مكان بيروحه لازم يطلع له واحد زي اوندو يحسسه ان احسن منه وما يسويش حاجه، وبيقول له انا حاولت اقتل نفسي لكن ما قدرتش، وطالما مش قادر اقتل نفسي يبقى هقتل اي حد يضايقني، وبعدها بيلف ايده على رقبه جوتو عشان يخنقه، وساعتها بيهاجم تشيهاور اوتشي، لكن اوتشي بيزقه وبيطلب منه ما يتدخلش في امور الكبار، وبيضغط بايديه اكتر على رقبه جوتو، وبيفهمه ان الحاجه الوحيده اللي بيقدر يعملها وهو مرتاح انه يقتل الناس اللي بيضايقوه، وانه مش عاوز يخرج من المكعب لانه حاسس انه اقوى واحد موجود فيه، لكن لو خرج بره هيرجع الانسان الضعيف اللي كل اللي حواليه بيأذوه، وانه ما بيثقش في اي حد غير نفسه بس. وهنا بيقول له تشيهاور انه بيثق في جوتو، وفي اللحظه دي بيشوف جوتو قدام اخوه بيقول له شكرا عشان رجعت لي، فبيمسك ايد اوتشي وبيبعدهم عن رقبته وبيبعده عنه،
وفي اللحظة دي بينزل من سقف الأوضة سلك معدن بيدخل في ظهر أوتشي وبيرفعه للسقف، وبعدها بتطلع شبكة من الأسلاك المعدن بيدخلوا في جسمه كله، وبتنادي كاي عليهم من الأوضة اللي جنبهم وبتعرفهم إن مفيش وقت لأن باب الأوضة بيكون بيتقفل أوتوماتيك لوحده، وبيمسك تشاور وبيطلعه بسرعة وبقية الباب بيتقفل قبل ما هو يقدر يعدي منه، فبيعيط تشاور وبينادي عليه، وفي نفس اللحظة بتدخل الأسلاك الحديد في جسم جوتو، فبيفضل تشيهاور يصرخ باسمه وهو بيعيط، وبعدها الباب بيتقفل، ولما بيفتحوا باب الأوضة اللي بعدها بيلاقوا قدامهم المخرج، فبتسأله كاي انت عاوز تخرج؟ فبيطلع الزرار اللي ادهوله جوتو وبيفهمها انه هيخرج من هنا لانه اتغير، والفضل في كده يرجع لجوتو، وبيطلع من البوابة وبيمشي ناحية النور اللي جاي من المخرج، وبتقرر كاي انها ترجع للمكعب تاني، وبعدها بتتفتح بوابة من سقف أوضة من الأوض اللي جوه المكعب، وبينزل منها جسم جوتو اللي بيكون بين الحياة والموت. وانتهى فيلمنا، ويا رب يكون عجبكم، واللي حابب يتابعنا ويشوف بقية الأفلام يشترك ويفعل الجرس.